أعلم أنتم التحضير وتدشين هذا المشروع لفترة طويلة أيضا، يعني المشروع السلة خضروات في ظل مبادرة حزام والطريقة، هذا يعني يمر على سنوات طويلة. كيف يعني هي آخر مستجدات لهذا المشروع؟ آخر مستجدات هي نحن نتطور الآن إلى نوفر لهم نصدر لهم المعدات للبيوت المحمية. تزرع الخضروات في البيت وفي البيوت المحمية بالكمية جديدة باستهلاك قليلة، وفي لديه دور قوي جدا الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، ونحن عندما نبني سوق الجملة للمنتجات الزراعية والثروة السمكية والحيوانية، ونحن نستورد ونستدر أيضا، ونحن نؤسس بعض 5 مراكز في الصين يجمع المنتجات الزراعية من أنحاء الصين، نجمع إلى هذه الأماكن نصدر إلى الإمارات، وخصوصا في جنوب الصين كوانشي هناك مركز، هناك مدينة صناعية صينية ماليزية، والأول ماليزية هم يصدرون إلى الإمارات إلى الدول العربية بأنفسهم وبعدد قليل جدا. والآن عندما تم إنشاء هذه المدينة، والماليزية هم يصدروا المنتجات، وفيتنام ماليزية والفيتنام وأيضا مثل هذه الدول المجاورة، وهم يصدرون المواد الخام، المنتجات الخام الزراعية الخام إلى الصين إلى هذه المدينة، ويقوم بالتصنيع وتغليف وتجميع وتغسيل حتى يكون على جودة متعالية، ومنها إعادة التصدير إلى الدول العربية. هكذا.